السلام عليكم، مساء الخير للجميع. كيف دايرين؟ كي دايره اموركم؟ في امان الله. الاخوان، احنا بصفتنا وكلاء عقاريين وقع واحد المشكل. واحد الاخ ديالنا بمدينه فنيدق، وكذلك سي محمد الهاشمي وكيل عقاري بمدينة الفنيدق، كذلك هو نائب الرئيس الأول للائتلاف الوطني المهني، جمعية الائتلاف الوطني المهني للوكلاء والوسطاء العقاريين بالمغرب، اللي كتضم تحت منها ما يزيد على 6 ديال الجمعيات وكذلك منخرطين على الصعيد الوطني، اللي كيترأسها السيد جمال المرغوب. هذه الحادثة وقعت للأخ ديالنا واحد غلط مهني اللي ما عنده فيه لا يد لا مدار، لا بيديه لا برجليه كما كيقولوا. جاو عنده زوار كراو شقة مفروشة، دار معاهم اللازم القانوني، عمر لهم الفيش ديالهم، عقد عندهم لي كارت ناسيونال ديالهم، قدم الامور ديالو للسلطات المحليه، الخدمه ديالو دارها. لكن كتب الله ما يشاء، داك النازلين في ديك الشقه وفاتهم المنيه باختناق بالغاز، الشوفو ديال الغاز. هادوك الناس فاش توفاو غوتات عليهم، تشات لا سكرتير باش تشوف داك الناس، الصوت ديالو ما بقاش، باش تمشي تطلع لي زابارتمون تتشوفهم، لقات حتى واحد ما كيجاو. عند الضوء ديال الساروت حلات، شافت بان الناس وفاتهم المنية، دارت لي عليها، غوتات على الأمن، دار خدمته الأمن. الأخت باتت 24 ساعة وخرجات. بعد ذلك حنا الوسطاء الوكلاء العقاريين بالمغرب صدمنا بأن الأخ ديالنا الهاشمي محمد تعتقل. فاش جينا كنشوفو لقينا بأن المشكل خطأ مهني. ما معنى خطأ مهني؟ بأن شقق مفروشة داخلين في قانون السياحة، وحنا كنشوفو بأن المغرب كامل كيكري الشقق مفروشة، وهذا هو الوقت ديالو، لا بيريود استيفال الصيفيه هذه وقيته ديالها. كتشوف الناس كيهزوا الصوارت في الزناقي و تيبداو يكريو لك الديور. كنعرفوا بان الشمال وقيته ديال الصيف هذه هي الوقيته ديالو ديال الخدمه، الشمال كله كيتكرى. هذا الشيء ناتج على عدم وجود ايواء كافي للمصطفين والتوريست اللي عندنا هنا في المغرب. والحمد لله مع السياسه الساميه ديال صاحب الجلاله ديال التوريزم هنا في المغرب، لقيناها بانها نجحات وفات لو سوي ديال 10 مليون اللي كنا كنتسناو. فاتتها، وفاش فاتتها ما عندناش
مواكبه ديال التوريزم هنا في المغرب، لان جل الاوتيلات اللي كنشوفو هنا في المغرب عندك 4 ايطوال 5 ايطوال دي بالاس عندهم شي ثمانات خياليين اللي ما يقدرش عليهم المواطن المغربي، يكون مهاجر او لو يكون ولد البلاد، تلتجئ الناس للجور ديال الكرام. لكن الاخ ديالنا حنايا فاش تعتقل الوسطاء الوقراء العقاريين ضامنوا معاه، داروا ليه محامي ديالو، تعاونوا معاه ماديا ومعنويا، ولكن كذلك بانه ودينا في المحكمة الابتدائية كنظن على مسامع ديالنا ب 8 شهور ديال الحبس. وكنتمناو راه دابا مستانف، كنتمناو ان شاء الله القضاء يشوف من حالو ويشوف من وليداته، لان السيد راه ما دارش خطا وما دار لا بيديه لا برجليه، العمل ديالو راه دارو ولكن خطا مهني. وهذا الشيء شنو اللي كيجيبو هو عدم تقديم مهنه الوكيل العقاري. حنا كنعرفوا بان مهنه الوكيل العقاري فهي مهنه متشعبه، هي مهنه داخله في اطار السمسره ديال مدونه التجاره، لكن كنشوفوا بانها على حسب ما كنشوفوا تابعه لقانون التزامات، تابعه لقانون الكراء، تابعه لقانون لافيفا، تابعه لقانون الكتروني، تابعه للقانون ديال السياحه احنا طحنا فيه، وهذا الشيء الناس ما كيعرفوش. وكاين بعض القوانين اخرى تقريبا اكثر من 15 قانون اللي داخله فيه، وكذلك قوانين عدليه. وهذا الشيء كله الوكلاء الوسطاء العقاريين في المغرب ما عندهمش علم به، وحتى كذلك الشركات اللي كيديروا الوسطه العقاريه ما عندهمش علم بهذا الشيء. لان الشمال مثلا كاينين شركات اللي عندهم دي زابارتمون عند الشهد وكيكريهم بدون رخصه سياحيه. هذا الشيء واش الغلط ديال الوكيل العقاري؟ حنا غادي نتبعوا المسطره ديال تحت الصومعه نعلقوا الحجام، او لا هذا عمل ديال خلل قانوني، او لا ديال الناس اللي مكلفين بالشأن المحلي اللي ما كيطبقوش القانون باش يعرفوا لي زابارتمون اللي كيتكراو بان ما عندهاش حق، ويهضروا مع الوكلاء العقاريين ويعطيهم دوريه رساله دوريه من العامل او من الباشا أو بانهم يديروا تنظيم ديال المهنه ديالهم، وبان مسائل ديال الكراء خاصها ضوابط سياحيه وخاصها ويديروا لهم ندوات باش يعرفوا هذاك العمل اللي غادي يكونوا. هنا كنشوفوا بان التاطير ديال المجالس جماعية او المجالس البلديه او لا وزاره السياحه اللي كيساعد الوكيل العقاري بشكل كبير في هاد لابيرو دي سيفان ما كيديروش لهم دوريه ديال الاستفاده. لهذا كنناشدوا الاخوان ديالنا وكنناشدوا الجمعيات كل انحاء المغرب، وكنناشدوا كل من له غير على هذا العمل وعلى هذه المهنه هذه، باش يدعي مع الاخ ديالنا المناضل السي الهاشمي محمد ويطلق الله سراحه، لان الخطا اللي دار خطا مهني، لان المهنه غير مقننه، ما دارش داكشي بيديه، وهو لا علم له بذلك. وكنطلبوا من هنايا باش تكون هذا النضال ديال الاخ ديالنا الهاشمي يكون سبب باش الحكومه المغربيه
تشوف مع القانون تنظيم المهنة لإخراجه إلى أرض الواقع. وشكرا لكم، كان معكم خالد داريم وكيل عقاري مدينة الدار البيضاء.